أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم أسبوعيا نلتقي معاكم من خلال هذه الشاشة والقناة الرياضية الجميلة في برنامج مضمار وميدان. طبعا في هالبرنامج راح نسلط الضوء على اللاعبين والرواد والنجوم والأبطال وكل من يلعب أم الألعاب اللي هي ألعاب القوة. تابعونا بإذن الله راح تستمتعون معنا. مشاهدينا الكرام، عودناكم في كل حلقة نسلط الضوء على ثلاث أبطال من أبطال لعبة ألعاب القوة. ضيفنا الأول هو البطل أحمد محمد غريب، بطل نادي الصليبيخات الرياضي ومنتخب الكويت الوطني والعسكري، وأبرز إنجازاته ميدالية برونزية في بطولة الخليج الأولى والمركز التاسع في 1500 متر في بطولة العالم العسكرية، ورقم الكويت في 5000 متر بالبطولة العربية في المغرب، وحطم الرقم في 2016 على يد اللاعب عمر العازمي. وضيفنا الثاني هو النجم زياد عبد الرزاق الخضر، لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني، حاصل على 34 ميدالية دولية على المستوى الخليجي والعربي والآسيوي، وعاصر ثلاث أجيال في الثمانينات والتسعينات والألفية، وهو في عمر 17 سنة كان لاعبا في المنتخب، وتأهل لبطولة العالم مرتين كندا 1987، وشارك في بطولة العالم في اليابان 1991، وتأهل إلى أولمبياد سيول كوريا عام 1988 وأولمبياد برشلونة 1992، والعديد من الدورات في آسياد آسيا الصين 1990 وهيروشيما في اليابان 1994، وأهم ميدالية حصوله على ذهبية آسيا في سنغافورة 1988 وبطولة الصداقة والسلام والكثير من الكؤوس والميداليات في البطولات الدولية والمحلية. وضيفنا الثالث هو البطل الدكتور ناصر عبد الله الجرالله، لاعب نادي الشباب الرياضي والمنتخب الوطني في إطاحة المطرقة، حاصل على المركز الأول في بطولات الخليج عدة مرات، بطل العرب عدة مرات، بطل آسيا للشباب وبرونزية آسيا للعمومي. أنا بديت نقول شطانة. حلو. نقول شطانة. كنت أدرس بالمتوسطة وكان مدرسنا الله يذكره بالخير صبري لفتة كان مدرب النادي، وفترة الشطانة هذه تبي لك أي واحد تعلق فيه مدرس ولا شيء أساس أنك تمشي نفسك بس. فدش علينا الصف قال من فيكم سريع؟ عاد تدري بالقافة إحنا كنا نطلع لك أنا أسرع واحد أصلاً بالكويت يمكن أسرع واحد. قال لي تيني اليوم نادي صليبيخات؟ قلت له أهم شيء أنجح. قال لي تنجح. وروح النادي والله دشيت نادي ولا نص فريجنا تقريبا وياي بالنادي أتري هو درس كذا صف فملقط الشطانة الصفوف كلها وياها النادي. فيوم دشيت النادي ولا كل ربعي وياي بمنطقتنا فريجنا يعني. ايش عندك؟ قال والله طالبي كابتن صبري. طيب دشينا وبدينا وياهم كذي. يوم بلشت اول ما بلشت كان يدخلني مسافات قصيره حواجز وطويل. لحبت اول بدايتي حواجز طبعا كسرت الحواجز اللي قدامي كلهم ولا حاجز واقف كلهم طايحين وطلعت قبل الاخير. جت الوثب الطويل ثلاث محاولات بعدين دش النهايه سدش محاولات من ثلاث محاولات يقول لي الله يذكرهم بالخير الحكام قال تفضل كرنيك وقضب الباب ما تصلح. ولعب الله يذكره بالخير عندي واحد الله يذكره بالخير اسمه علي غنبر كان ما شاء الله اسمر طويل لعب 1500. فيوم ركض اول لفه ثاني لفه اشوفه يكلم كابتن قال تعبت كابتن بالملعب شو مليت وانا اركض كان يدخنهم قال ذبحوني رشوا وايد. قال لي احمد انت البطوله الجايه تلعب انت مكانه. قلت له يصير خير البطوله الجايه. وطبعا تمرنا الفتره هذه تمرن بالنادي كان وضع النادي يعني اي شيء ملعب تراب وحتى الشغل كان على بدايته ماكو شيء يعني بدايه نادي صليبيخات تقريبا. انا طبعا بديت بال 75 بديت فكان النادي اي شيء يعني توه بادي النادي حتى ادارته كانت بيت وضع اثنين بصليبيخات. فالبطوله اللي وراها دشيت 1500 ولعبت وطلعت يمكن الخامس او السادس كان يمسكني الله يذكره بالخير قال لي احمد انت بلش باللعبه هذه. قلت له خلاص تم ابلش باللعبه هذه. والله البطوله اللي وراها لا والله مو الخامس لا الرابع بعدين شوي شوي والله بفضل الله سبحانه وتعالى ومشيت وسلكت بال 1500.
وقعدت فترة كذي، بعدين صعدني 5000 وهم مشيت بالخمسة آلاف، نزلت 800 مشيت بالثمانمية، أنا صارت عندي 800 والألف خمسمية والخمسة آلاف، الحمد لله سيطرت عليها. لعبت 10000 ملولة 25 لفة، قمت أقول له كابتن تكفى الله خليك، هذه ما أحبها أنا، تحت زين يعني، إذا خيروني أقول له تحت زين، وأستانس على 1500 لأنها كانت سرعة وتحمل، أحب اللعبة اللي كانت سريعة ونشيطة يعني، كنت أستانس عليها. ودشيت الضحيات، اخترق ضاحية ولعبت، وحاولوا فيني بالماراثون كلش رافضها، لأن 24 كيلو ولي 25 كيلو وانت ما حبيتها، فما شاركت فيها كلش. والربع عيوني قال ليش ما تلعب المسافة الطويلة وتمرن ساعتين، ما تمرين ساعتين وثلاث ساعات مرات تمرن، أقول لا 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 بطولة ما أحبها، لكن تمرين في يصير في تزريق في بوق في كذا نمشي، لكن كبطولات بطولات أنا 800 لل 5000، هذه بدايتي بالاسم بلعب غضوبة. أنا بديت أول شيء مع كابتن صبري لفت الله يذكره بالخير، وبيني وبينك وصلت مرحلة فوق مستوى يعني، هو كان مدرب ولاعب قبل، فكان عنده 4:10 بال1500، فأنا صرت فوق مستوى، قمت أجيب أنا أقل من 4 دقائق، فما قام يلحق علي مسكين. فيا مدرب الله يذكره بالخير وعسى الله يبارك فيه، لأنه هو سبب بعد الله سبحانه وتعالى أن اللي وصلت أحمد غريب، أحمد غريب الحالي يعني، حبني كشخص يعني، وحاب اللعبة كلعبة، كان هو مدير ألعاب القوى بالنادي سلايب خات، الله يذكره بالخير، أخوي الكبير أنا أقدره ويعني أمسيه بالخير، مسلم الأرادة، فحب اللعبة وحبني أنا كشخص، وراح مسكين ودرس وياب شهادة، أذكر راح مصر وراح والله ما أدري أي دولة ثانية وياب شهادة مدرب يعني، وقدمها للنادي ووافقوا عليه مدرب، وقضب أحمد غريب بالذات يعني، قال أحمد غريب أنت أبيك لاعب وياه يعني. وتمرنت فيها فترة وقمت أصيد مدربي اللي هو صبري لفتة، حتى مرات من الطرائف إذا كنا نلعب الضحيات كان صبري لفتة يركض يأشر لي يقول لي خلي كمي، هذه بدايات يعني. فيوم تطورت أنا وصرت أقوى مستوى مسكين، يوم أصير قدامه يقول لي مسلم، قل له خلي يصير يمك، أقول له الله ما أقدر، احترام الله كان أكبر مني هو أول شيء، وبعدين هو بفضل الله سبحانه هو اللي طلعني، فما كنت أأشر له، يقول لي أأشر له مثل ما كان يأشر له قبل، كان يضحك علي يقول لي تعال قدامي، قلت له لا أبو مشعل تكفى الله خليك فك من السالفة هذه. وكنت افتش عنه وايد يعني، افتش عنه كيلو مرات، كيلو افتش عنه، فما ما كان يتحرج، بعدين قام يقول لي احمد تمرن بروحك ما اقدر اتمرن معك، انحرج يعني مسكين. فكان مسلم الاراده هو المركز وياي، حتى البطولات كان يقول لي قبل ادش البطوله من كثر ما يعني عصرني عصر يعني، يقول لي احمد راح تسوي البطوله هذه كذي وراح يكون معك فلان، خله بالمسافه هذه يعني، من الطرائف اللي صارت خالد كاظم الله يذكره بالخير والله يمسيه بالخير، نزلت وياه 1500، كان يقول لي احمد خلك بينك وبينه 5 متر طول الركضه، قبل لا يطق الجرس 400 متر، قبل لا يطق الجرس الزق فيه لان عنده فنش قوي هو. فانا سهيت تدري، كنا المضمار كل مكان له نادي، كان المكان هذا هنا نادي قادسيه، الطرف الثاني صوب الوثب الطويل فريق الصليبيخات، فكنت وسهيت الربع يشجعوني مستانس، وسهيت سبحان الله خليت بيني وبينه 5 متر لين طق الجرس. تذكرت انه شنو؟ انه لازم الزق فيه راح يتعبني بالفنش وعنده فنش قوي. والله ولحق عليه لين وصلت اخر 50 متر، كان ادش انا وياه، كان هو يهاوش خالد كاظم اكبر مني وعصبي. وقام يصرخ على الحكام انا الاول، قلت له انت الاول، انت الاول فكني مشرك بس، مسلم فوق صار، قال لا انت الاول، قلت له لا ما ود خلي فكني مشرك يطقني. فكان يقول لك يعني مسلم كان يعرف اللي شو بسوي وش راح اسوي بعدين، يعني كان يقول لي انت راح تسوي بطوله هالكذا، راح تسوي بطوله هالكذا، من كثر ما يعني عاشرني كلاعب كتمرين. والحمد لله يعني كان هو يعني نشطني يعني. يعني يمكن تقصد المسلم اللي هو الكابتن الكبير عبد الله مسلم؟ لا مسلم العراده. مسلم العراده؟ اي مسلم العراده كان رئيس العاب قوى في نادي صليبيخات، ومسلم عبد الله مسلم فتره كنا مع المنتخب كان يدربني عبد الله مسلم. والله أعز ميدالية بطولة الخليج الأولى في قطر، أذكر يوم كنت جاي من بطولة اختراق الضاحية من تونس، والله يذكره بالخير كان مسلم يقول لي، كنت راح مع المنتخب العسكري، قال لي أحمد لا توقف أنت راح تلعب 500 بطولة الخليج،
لا توقف التمرين هناك. أنا بيني وبينك خلصت البطولة هناك اختراق ضاحية ووقفت تقريبا يمكن 6 أيام أو 7 أيام ما تمرنت كلش قاعد. وصلت من هنا طبيت الكويت كانت وراها يمكن 3 أيام الربع رايحين قطر رايحين كان المنتخب واصل هناك. نزلت الكويت هنا كان يقول لي مسلم تمرنت قلت والله ما تمرنت. كلش قلت والله ما سويت شيء. قال لي أحمد وراك 500 قلت والله ما تمرنت. واسمح لي ما كانت في فرصة استأنست عقب البطولة وتجي طلعات وراحات وكذا. فبلش وياه بنفس اليوم والله وداني النادي كيفان احتجتني تمرنت تمرين قوي والله. ثاني يوم طرنا رحنا للقطر ما ريحت طبيت الصبح العصر نزلت الملعب تمرنت. ثالث يوم قال لي تسوي تمرين الصبح تريح باكر العصر عشان تلعب ال 500. فالله يذكره بالخير والله يمسيه بالخير ابراهيم مال الله لاعب قطري جاني بالفندق قال لي احمد الميداليات حلوه يسميها ميداليه. قال لي تكفى اخذ لك ميداليه قلت له ان شاء الله راح اخذ ميداليه فيها. ونزلت ال 500 كان معي نجم مطلق الله يذكره بالخير قال لي احمد خليك وياي وبيني وبينك حتى نجوم خليه يذكر هذه كان خايف مني اصيده لان انا كان مستواي زين واختراق ضاحيه وكذا وكان متخوف مني الله يمسيكم بالخير ابو عبد الله. فنزلنا الملعب كان مثل ما تقول خايف ويبيني ما يخليني قدامه ويبيني وراه بالضبط ويبي النهايه انه يكون قدامي اساس ان الفينش انا عندي فينش وعنده فينش. لكن يوم نزلنا وكان معنا لاعب قطر الله يذكره بالخير اللي هو محمد سلمان اخذ الثاني وانا اخذت الثالث. هذه اعز ميداليه ولحد الحين وبعدين كنت توني يعني مولود كان عندي محمد فاول ما يتلبست اياه. بس وهذه كانت نهايه الرياضيه يعني. الله يخلي لك ان شاء الله يا رب. اسال الله يبارك فيك. ويحفظك ان شاء الله ونشوف ابطال ونشوفه هو بطل اللي تتوج في الميداليه وهو في ولادته. والله تمنيت يطلع واحد من عيالي لكن ما توفقوا. مع الاسف. اي والله. والحين بنروح معكم أعزائي المشاهدين إلى حوار جداً شيق مع الكابتن الكبير زياد عبد الرزاق الخضر. طبعاً هو لاعب وبطل 110 متر لاعب أولمبي ما شاء الله ولاعب المنتخب الوطني ولاعب نادي السامية. تابعونا بإذن الله راح تستمتعون معنا. والله العبوة بدايتنا طويلة عريضة صراحةً. أنا تقريباً عاصرت ما يقارب 4 أجيال ونقول 3 أجيال بالألعاب قوة 4 أجيال من ضمن كرة القدم ما شاء الله. من 79 لعبت كرة قدم نادي الكويت بس ما طول طبعاً. بداياتي كانت ب82 مع نادي السالمية في فريق ألعاب القوة طبعاً مدرب الله يرحمه سيد شوتفي مصر الجنسية كان هو مدرس وكان مدرب في نادي السالمية. طبعا تم سنتين يحن علي تعال اشترك والعب ما نعرف شيء اسمه العقوة يعني قبل ما نعرف لا كرة قدم سلة طائرة اللعبات المعتادة. ف تقريبا سنتين كل موسم دراسي يحن علي على اساس اني اي ادش نادي السالمية بحيث اني العب وياهم. فكنت امتنع ويعني ماني رغبان بالشغله يعني من بعد كره قدم تقول عبوه يعني في عندي رده فعل كان المراد انه اخر شيء اقتنعت وقال لي تعال وان شاء الله راح اساعدك بالدراسه ومن الكلام اللي طبعا يحثك عليه تشجعت. الوالد الله يرحمه نفس الطريقه هم رياضي ويحب انه يدعمني رياضيا وهو يعني احد الناس اللي لها اساس في دعمي. فقال لي روح اشترك وجرب مثل خسران وشوف الوضع اذا ما عجبك اطلع. قلت تمام. المهم دشيت ب82 واستمرينا طبعا كلاعبين في البدايه. اول ما تدربت عند مدرب هنغاري جوزيف بحكم اني انا العب وث عالي في البدايه لان كان عندي جنب يعني قوي فقالوا ما كله نحطك انت وث عالي ونجربك. استمريت تقريبا وياه موسم كامل. بعد الموسم هذا رحنا معسكر هنغاريا مع المنتخب الله يرحمه الشيخ سالم الفهد السالم. اخذ كل الفرق ملوت نادي السالمية ودونا معسكر شهر كامل في هنغاريا بودابست. فصارت هني عاد النقله الثانيه او تغيير اللعبه من خلال معسكرنا اللي في بودابست.
قالوا انت لازم تلعب حواجز وقاعد نشوف تكنيك، لاني بعض المرات اروح اجرب على الحاجز يشوفني المدرب مال الحواجز يقول لي انت تكنيكك زين، يعني بدون ما اني اوجهك قاعد تأدي، مجرد انك قاعد تشوف اللاعبين. فمن بعدها قال لي انت من باكر خلاص راح نحولك لعبة حواجز. وفعلا بديت عاد هناك، بداياتي كانت في انقاريا اني اتدرب حواجز. كسرنا كم حاجز في البداية وتعورنا وطحنا، ولكن استمرينا من بعدها، من بعد ذاك اليوم يعني لعبة الحواجز. والله طبعا انا بداياتي كانت اول سنه لعبت فيها كانت فئه الاشبال، قبل اربع فئات اللي هي البراعم على ما اظن، وعفوا مو براعم، قبل تحت 14 يسمونها، وهي فئه الاشبال والناشئين اللي هي الشباب حاليا وفئه العموم. اول ما بديت انا اول سنه اشبال كان يقعد الاشبال فيها ثلاث سنوات، الفئه يقعد فيها اللاعب ثلاث سنوات. كانوا عندنا لاعبين يعني والله ما يحضرني أسماءهم، ولكن زملائي اللي عاصروني بعمري تقريبا، هذول كانوا أكبر مني سن بسنة سنتين، يستمرون معي بعدين يطلعون، أنا تم بالفئة نفسها. اللي يستمرون كانوا ياي أذكره الله يذكره بالخير، اللي هو راشد لاعب نادي الساحل، كذلك عدنان عباس، خليل دينار من نادي الشباب، يعني كانوا هذول اللي المنافسة كانت بيننا وبينهم. خليل دينار غير عن عبد الله دينار لاعب الشباب. عبد الله دينار أخو خليل دينار، عبد الله خليل أكبر من عبد الله، يعني عبد الله يعتبر جيل اللي بعدنا، فكانت هم يعتبرون أكبر مني سن طبعا، عبد الله خليل دينار وعدنان عباس وأحمد سعد مال نادي الغاتسية كذلك. يعني كانوا هذول اللاعبين يعني المنافسة كانت بينهم، وأنا يعني اعتبر صف ثاني بعدهم، أنا ويا راشد مال الساحل. صعدوا الفئة اللي أكبر منها اللي هم الشباب، تميت أنا براعم، صارت الحين عاد دورنا علي، صارت المنافسة بيني وبين لاعب نادي الساحل. بعد ما صعدنا آخر سنة بالأشبال هني بديت أنافس حتى الناشئين، قمت أنافس حتى الناشئين، يعني اللي كانوا يصيدوني بالأشبال نفسهم اللي ذكرنا أسماءهم بدأت أنافسهم حتى بالناشئين، بحكم أنه يعني صارت خبرة أكثر عندي، إمكانياتي، حاب اللعبة يعني ما أقطع تمرين. طبعاً إمتيازات النادي كثيرة يعني ما راح نذكرها، ولكن يعني أقدر أقول المنتخب يعني إنجازاتنا فضل من الله يعني كثيرة. أنا عندي يمكن في بعض البطولات اللي أنا أعتز فيها يعني، ولكن الكل يعني تعتبر حلقة وصل للبطولات اللي بعدها. أنا إنجازاتي فضل من الله تقريبا 34 ميدالية دولية، نعم، من ذهب من فضة من برونز خلال مسيرتي على قولتهم الثلاثة أجيال هذه. أنا يعني أقدر أقول بداياتي بالثمانينات، أول الثمانينات والتسعينات ليل 2002، بعدين اعتزلت تدريب. خلال هالتقريباً يمكن 22 سنة إلى 23 سنة تقريباً أنا يعني هذه إنجازاتي تقريباً دولي ومحلي طبعاً كثيرة، كأرقام قياسية وتحطيم أرقام قياسية، عندي أرقام قياسية كثيرة. طبعا من البطولات اللي انا اعتز فيها يعني كانت هي تعتبر طفره او الدعم المعنوي كانت لي، رغم اني انا محقق مركز متاخر، ولكن كان فيها رقم كويتي جديد بحكم اني انا ناشئ لعبت مع فريق العمومي بطوله الجزائر، بطوله العربيه في الجزائر، كانت لها رهبه وكان الوضع غريب، ماني عارف شنو وضعي، قاعد أشوفهم كلهم أبطال وأنا يعني فارق السن 10 سنين تلقى بيني وبينه إذا مو أكثر. فكانت هي يعني اللي أصبحت ما في شيء اسمه كبير ولا صغير باللعبة، تجتهد تشد حيلك قوي قلبك تسوي نتيجة. طبعا البطولة الحلوة طبعا اللي احنا نعشقها يعني
جيلنا اللي هي بطولة الأولى كانت حكمنا أولى، نفتخر احنا نكون احنا البداية فيها، اللي هي بطولة الخليج الشباب اللي قيمت في البحرين. هذه كان في عنفواننا يعني احنا كنا حققت ميداليتين فيها ذهبيتين وحطمت رقم الكويت كذلك وحطمت الرقم العربي اي نعم بال 110 متر حواجز واخذنا المركز الاول في التتابع. وكان الفريق حتى اذكره حاطين بالجريده اول صفحه من جرائد البحرين صقور الكويت يختطفون الذهب في تتابع 4%. فكانت فعلا يعني حاشتنا نوع من الفرحه صراحه بالكلام اللي شاهدوا فينا. يعني هذه اعتز فيها جدا هي البطوله الاسيويه، قاره اسيا طبعا لها طابع خاص طبعا حق جميع القاريه، يعني بطولات القاريه حق اي رياضي اصلا. بالضبط بالضبط. هذه يعني كنت نازل بعين الذهب وابي الذهب وحققنا الذهب فضل من الله. احنا نقول فعلا نتمنى ان الوضع يتغير، نتمنى ان يصير اهتمام اكثر بالجيل الجاي اللي انت، وفعلا ترى جيل طيب اللي قاعد نشوفه الحين في لاعبين ابطال، يعني لهم شويه اهتمام، ما نبي وايد، نبي شويه اهتمام. للاسف يعني انا اقول الكلمه وانا يعني فعلا قاعد اشوف هالشيء. تعت انا عن رياضه تقريبا 3 سنوات الحين بحكم اني كنت مدرب تقريبا 10 سنوات او 12 سنه تقريبا، قاعد اتابع يعني بعيد عن الرياضه ولكن قاعد اتابع. نقدر نقول يعني الله يكون بعونهم فعلا، لعبه على قوه الله يكون بعونها. فنتمنى احنا يعني صراحه يصير شوي الدعم الاعلامي، الدعم المادي حق هاللعبه، اهتمامهم شوي بالرياضه هذه محتاجه شوي. والله العظيم تنهض، والله العظيم هي قاعد تسوي، قاعد تسوي انجازات يعني ما اقول من لا شيء، لا بالعكس في ناس لهم افضل على اللعبه ولكن لا شيء يذكر، شيء القليل يعني محتاجه الكثير. عسى تشوفوا الكثير ان شاء الله حق البلد. الدكتور ناصر الجار الله لاعب نادي الشباب وبطل من ابطال اطاحه المطرقه، شنو قصه اطاحه المطرقه؟ راح تعرفونها في هذه الحلقه. والله بدايتنا احنا كأغلب الرياضيين يعني كنا ايام المدارس، ايام 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 يعني التربيه كانت وزاره التربيه كان في كشافين وكان في اهتمام بالرياضه. فبدايتي كانت يعني فريق المدرسه كشافين، بس كانت ملعب قوه، كانت سله العكس شويه. فعقبها يعني تمرنت بالسله يمكن موسم تحت 12 سنه كذي، عقبها حولوني يعني مدرب العاب القوه كان الله يذكره بالخير كابتن علي ثامر، حولني العاب قوه، يحاول فيني لما استمريت في اللعبه يعني اقتنعت باللعبه شويه. والاسم حلوه بس هي تحتاج صلابه وتحتاج مرونه، تحتاج قوه وتحتاج سرعه، ويعني تحتاج كل عناصر اللياقه البدنيه. هذه كانت بدايتي سنه يعني 85 في نادي الشباب الجهره، وعقبها انتقلت حق نادي الشباب في مرحله فئه الشباب. يعني كان بدايتي بنادي الجهره كمرحله الناشئين الاشبال، كان يدربنا كابتن علي ثامر، كانت مجموعه معانا الصراحه مجموعه يعني ابطال ومجموعه حلوه، ولي اليوم يعني نتواصل معاهم يعني من 85 وال 86 و 87. عقب انتقلنا لنادي الشباب يعني هم كانت مجموعه ثانيه. يعني انا بنادي الشباب كان تمريني كله مع المنتخب، بس كان تربطني علاقه يعني مع يعني كزملائي بنادي الشباب، وهم كانوا نفس الشيء بالمنتخب يعني مثل خالد حماده وبدر عباس و مجموعة كبيرة يعني سعود بشير ودكتور مساعد العازمي تالي وعادل معتوق، يعني مجموعة ما شاء الله كبيرة يعني بقيادة الكابتن أبو حسن عنتر يعني المدير الفني لنادي الشباب مسيه بالخير إن شاء الله.
أنا والله بالنسبة لي يعني أنا على المنتخب أنا شوية عصرت أجيال كبيرة، يعني أنا لعبت منتخب أول بطولة كانت لي 88 خارج الـ يعني الـ الكويت اللي هو على مستوى الناشئين والأشبال، كانت في بطولة فنلندا الدولية، هذه تعتبر أول بطولة لي يعني. عقبها من 88 خذوني سنة 89 بطولة الصداقة، أعتقد 89 الصداقة والسلام أو إيه 89، كنت لاعب صغير يعني شباب أعتبر ناشئ، فأخذوني البطولة الصداقة حققت فيها المركز الثالث مع الفريق الأول مع العمومي، كنت يعني أيامها بارز شوية، فالجيل اللي لعبت معه كان جيل يعني أكبر مني يمكن 15 سنة 16 سنة، أنا كنت صغير يعني بالنسبة لهذيك الأيام، كان عمري يمكن 17 سنة تقريبا. فمن ضمن من ذيك السنة استمريت عاد مع المنتخب في البطولات، يعني كنت أروح مع أنا كنت فئة الشباب، عقبها كنت ألعب عمومي وشباب يعني، والحمد لله يعني حققت نتائج وأنا صغير مع الفريق الأول. فبداياتي كانت يعني المنافسة بيني وبين لاعب أحمد الأمير فئة الأشبال والناشئين، أنا كنت حامل يعني صاحب رقم المطرقة في الأشبال وهو بالناشئين، وأنا أخذت الشباب يعني، فكل مرحلة كنا أنا وياه مع بعض، بعدين فئة الشباب يعني كنت بروحي يعني، يعني ما كان عندي منافس لأن كان مستواي يعني متطور حيل. عقب في فئة العمومي كانت يعني المنافسة مع اللاعبين الأكبر مني سنا، يعني كان الكابتن وليد البخيت مسي بالخير، والدكتور حسن شكناني، كانوا هذول أكبر مني بالعمر ومستواهم كان أقوى مني، فكان الهدف أني يعني هذه رياضة المنافسة شريفة يعني كانت، وكان إن الهدف أني يعني أحاول أني أوصل مستواهم، وعقبها يعني هم أكبر مني سنا يعني، وعقبها يعني وصلت يعني سنة 97 و96 تربعت على يعني عرش اللعبة إلى 2003 البطل علي الزنكوي وصل، ويعني لو دامت لغيرك ما وصلت إليك يعني، ووصل علي الزنكوي ما شاء الله، فهذه المنافسة يعني مع اللاعبين المذكورين يعني، وبالعكس استفدنا من هذه المنافسة يعني. اتجهت إلى التدريب سنة 2005 يعني، نمسي على الخير الشيخ حمد ناصر صباح الناصر رئيس الاتحاد الأسبق، وأنا كنت لاعب أصر أني أصير مدرب، يعني أنا تقريبا يعني أنا الوحيد تقريبا من لاعب إلى مدرب منتخب ما رحت مدرب نادي، فهذا يعني سنة 2005 هي 2004 بس الفعلي 2005، لأن كان مدربي موجود ومدربي يعني من أفضل ذيك الأيام يعني، وكان من أفضل مدربين على مستوى العالم موجود عندنا هني، فأصر الشيخ الله يمسيه عليه بالخير إني أكون مدرب ولاعب نفس الوقت، فكان يعني حتى يعني كان يعطيني راتب من قبل أوقع العقد من الهيئة، كان يمشيني راتب أساس أدرب اللاعبين وأتدرب، فالحمد لله يعني من 2005 بديت معاه، لأن كان المدرب يشرف علي في الأخطاء وكذا وكذي، ف 2005 وقعت العقد الرسمي، فالحمد لله يعني توفقنا فيها من 2005 إلى الفترة هذه. الله يجزاك خير، ولنا الشرف على هاللقاء ومشكورين، وإحنا فخورين يعني بتغطيتكم الإعلامية وحق الجيل القديم، يعني شوية تحركون مشاعرنا، تستاهلون والله، وحساس حتى يعني اللاعبين للناشئين والأشبال والشباب يشوفون يعني اللقاءات هذه ويأخذون منها يعني عبار ويأخذون منها حكم، ومنها يعني يتعلمون شنو اللي كنا نسويه أول، ويسوون أفضل مننا إن شاء الله. إن شاء الله. شاكر لكم على التغطية وعلى اللقاء المميز. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لختام حلقتنا من لا يشكر الله لا يشكر الناس، شكرا لكل من يعمل على قدم وساق لإنجاح مثل هذه الرياضة الجميلة، والشكر موصول لكم، شوفكم في مضمار وميدان حلقة جديدة إن شاء الله، فما الله.